السلام عليكم ورحمة الله. رغم أن أبو بكر الصديق كان مشهور بلينه ورفقه، إلا أنه لقوة إيمانه لم يتحمل قول فنحاس اليهودي إن الله فقير ونحن أغنياء، فغضب أبو بكر غضبا شديدا وضرب وجه فنحاس اليهودي وشج رأسه وقال: والذي نفسي بيده، لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله. فذهب فنحاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: انظر ما صنع بي صاحبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فأخبره أبو بكر بما كان، فجحد فنحاس، فنزل قول الله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من سنن الله الثابتة في الكون سنة الابتلاء والاختبار والامتحان لأهل الإيمان. والابتلاء ممكن يكون في المال أو في النفس أو في الدين، وعلى قدر الإيمان يكون الابتلاء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالواجب على كل مؤمن أن يتقبل الابتلاء في المال والنفس والدين بعزيمة وصبر وإيمان قوي. لا تبلون ولا تختبرن أيها المؤمنون في أموالكم، ويكون ذلك بإخراج النفقات الواجبة كالزكاة والمستحبة كالصدقة، وما يعتري المال من تلف أو مصائب أو سرقة أو خسارة، وفي أنفسكم بما يجب عليكم من طاعات وتكاليف ثقيلة كالجهاد في سبيل الله، وبما يحل بأنفسكم من تعب وآلام وجراح وقتل وفقد للأحباب. ولكن ما الحكمة من ذلك؟ حتى يتميز المؤمن الصادق من غيره، فإن المصائب محك الرجال. ولا تسمعن من اليهود والنصارى والمشركين ما يؤذي أسماعكم من ألفاظ الشرك ومن الطعن فيكم وفي كتابكم ورسولكم ودينكم والسخرية من شريعتكم. وجمع الله بين أهل الكتاب والمشركين في إيذاء المؤمنين لينبئنا أن الكفر ملة واحدة، وأن العالم بالكتاب والجاهل به يستويان في معاداة الحق. ولم يدعنا الحق سبحانه وتعالى، فأرشدنا إلى العلاج الذي يساعدنا على التغلب على ذاك البلاء: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا أيها المؤمنون على ذلك كله وتتقوا الله بفعل المأمور وترك المحظور، فإن ذلك من الأمور التي لا يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية. اعلم أخي الكريم أنه لا بد للمؤمن من الابتلاء في المال والنفس والدين، فأقبل على كل ابتلاء بعزيمة صادقة وصبر جميل، واعلم أن العاقبة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا. في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.